شكرا لك لطفي. ونتحول إلى مدينة بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، حيث افتتح 3 فنانين مطعما صغيرا متخصصا في تقديم وجبات من دول بينها وبين الولايات المتحدة نزاعات سياسية. الهدف من هذه التجربة هو خلق جو موات لمناقشة ثقافات الشعوب وسياسة الخارجية الأمريكية. مدينة بيتسبرغ ملتقى 3 أنهار أصبحت الآن ملتقا للثقافات ومطابخ دول اعتبرتها واشنطن محورا للشر، لكنها تحولت هنا إلى محور للاكتشاف. شعرنا بقلق حينما أتتنا الفكرة وخشينا أن تكون مثيرة للجدل، لكنها قوبلت بترحيب واسع. السياسة الخارجية الأمريكية عقدت مهمة الطباخين الذين يتحولون من تحضير وجبات أفغانية إلى إيرانية ومن أكلات فنزويلا إلى كوريا الشمالية. قد تكون الفكرة حيلة تجارية لضمان دخل إضافي لهذا المطعم المتواضع، لكنها فكرة نجحت مع ذلك في إثارة نقاش على محدوديته حول ثقافات الشعوب المستهدفة بعداء أمريكا، وأيضا حول الأسباب الحقيقية لذلك العداء. النقاش يجري بواسطة التكنولوجيا كما هو الشأن هنا مع مجموعة من الإيرانيين من طهران، أو يجري خارج المطعم مع الزبائن بجوعهم المادي والفكري. الأكل لذيذ جدا، هناك جسور ثقافية وحوار، لأن أكثر الأمريكيين لا يسمعون أو يرون عن إيران سوى أخبار سلبية. فكرة مختلفة، فكرة جديدة، والفكرة هنا في بيتسبرغ وهذا يعني جديدة وخاصة. ومع ذلك يتمنى الجميع هنا اتساع الفكرة إلى أن تعبد المعدة الطريق نحو التفاهم. إن شاء الله إن شاء الله. محمد العلمي، بيتسبرغ، ولاية بنسلفانيا. في سياق الحرب التقنية بين شركتي أبل وسامسونج